الكوليسترول. نعم. لبتور 20، لبتور 10، لبتون 80، لبتور، ومع سبحان الله يعني يقول لك يعني مع على الرغم يتجاوز الخمسة، انك تنزل على الخمسة لا تزيد عن الخمسة، خاصة اللي بركبين دعامة او شغله يقول لك ما ودي الكوليسترول يرتفع معك. شنو الحل في موضوع الكوليسترول؟ اول حاجة سمعت انت الحين جبت لي سيرة اللبتور، زين انا بكلمك عن شغلة، سامع عن حاجة اسمها SLS في الشامبوات؟ لا والله. اللي هي صوديوم لوريل سلفيت. إيه؟ هذه المادة عليها تحذيرات، يعني انها مادة مسرطنة. لاحظ ان هذه مادة الاس ال اس اللي هي مادة مسرطنة صوديوم لوريل سلفيت في الشامبوات، يعني مو شيء انت تاكله، هذه موجودة في الشامبوات، فيقول لك مادة مسرطنة وكذا. الناس الان بعضها اصيبت بالذعور، قام تدور شامبوات ما فيها المادة هذه كلها، وللاسف نجحت صابون رقي وخلصنا بعد. ها لا لا، انا جايك بالكلام الحين راح تفاجئ، ها راح تفاجئ بالكلام، انا جايك الحين مقدمات. في المواد الثانيه بديله عنها مثلا الصوديوم لوريل ايثر سلفيت، انا اتكلم هذا لاني انا دكتور في علوم في الكيمياء وعارف هذه الامور. اذا كان التحذير ان ماده الاس ال اس هذه صوديوم لوريل سلفيت تسبب السرطان وهي تنحط في الشامبو، ايش رايك الليبيتور في الاس ال اس؟ الليبيتور الحبوب اللي تاخذ الكوليسترول فيها ماده الصوديوم لوريل سلفيت. اذا احنا ممنوع ومسرطنه وكذا كذا في الشامبوات، طيب ليش هي في الحبوب ناكلها عن طريق الفم وتدش بطننا وتدش في جوفنا وهذا وكذا؟ هذه الماده يسمونها سيرفكتنت، يعني هذه تنظف، هذه تستخدم لتنظيف البلاط ومن زيوت التشحيم من الدهون وهذا كله غويه، ونفسها ممكن تنظف يعني الاورده من الداخل من الدهون، هذه فعلها، عرفت شلون؟ اذا انت ولا بد تبي تاخذ، اخذ الكوليسترول، اخذ الليبيتور فتره يعني مثلا في البدايات، بعدين حاول انك انت تستعيض عنه بطريقه الليمون مع العسل والماء اللي هي الصبح. هسه قاعد استخدمها حاليا. نعم، اللي هي ملعقه وسط. يا ليت المشاهدين على موضوع الكوليسترول، يعني ملعقه متوسطه من العسل الطبيعي في كوب ماء دافي، تعصر عليه نص ليمونه، تحركه تمام، وتشرب الشراب هذا. وزيت زيتون؟ قبل ما له داعي زيت الزيتون، خليك مع هذه. انت ممكن تحط زيت زنجبيل ان حبيت وياهم، زين، بس خليك انت على العسل ملعقه وسط مع كوب ماء دافي، تعصر نص ليمونه على الخلطه، تحركها تمام، تشربها قبل لا تريق بنص ساعه، وتحاول خلال نص ساعه هذه اي رياضه خفيفه، سواء مشي، زين مشي مثلا، خلينا نقول مثلا جيت من صلاه الفجر شربت الطريقه هذه على ما العيال يقعدون وهذا وكذا، انت تمشي حوالين الفريج ولا هذا نص ساعه كذي مشي خفيف وترجع تريق. اذا تمشي عليها هذه الطريقه تحافظ عليها لمده شهر، عيد الفحص وشوف الكوليسترول معك شلون يصير. ماي وليمون وعسل بس، وزيت زيتون ممتازه. ان حبيت تضيف زيت الزيتون، انا اضيف عليه زيت الزيتون، بس انت عليك تحرص انه يكون زيت الزيتون، نحاول يكون اصلي، يعني انا يعني احاول مو الزيتون انا اشتري، انه يكون اصلي لا باس. ممكن تحط، ممكن هذا الماي تكون انت غالي فيه زنجبيل، ها طازج، هم هذا بعد لا باس. واحنا لبتور ولبتور، انا قلت لك هذا الشيء موجود، لو تقرا التركيبه الليبتور تلقى ماده الاس ال اس اللي هي يقولون انها مسرطنه وكذا، مسرطنه على الشامبوات، طيب احنا قاعد ناكلها قاعد تدخل الجوف، فهني شويه الواحد يعني يشوف المعلومات تتضارب ونحصل. الكسر هو الدهن الثلاثي اللي يسمونه ولا مخصوص. نعم، ترايجليسترايد. نعم هذه الطريقه وايد زينه. يقول لك اذا تجاوز خمسه خفيرا خطر، يعني اذا تجاوزت الخمسه مثلا، اذا تجاوزت ال 5.2 اعتقد فانت دشيت مرحله الخطر، او 5.5 حاجه زي هذه، تكون انت دشيت الخطر. ولاحظ الكوليسترول ترى يعني هو عندك عالي الكثافه وعندك قليل الكثافه، قليل الكثافه هو الخطر، وعالي الكثافه يسمون هذا النافع، بس انت عندك مركبات كوليسترول وايد يعني في الجسم اكثر من مركب. انت بالنهايه تشوف عندك انت التوتال كوليسترول اللي هو يشمل قليل الكثافة ويشمل عالي الكثافة ويشمل مركبات كوليسترول ثانية. ترى في مركب كوليسترول في الجسم هو اللي يستقبل أشعة الشمس عشان يكون فيتامين د في جسمك.